مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نواصل الكلام اللي بديناه في الأسبوع الماضي على شجرة التين والفاكهة انتحاء الكرموس. ففي الأسبوع الماضي كنا تكلمنا على شجرة التين وعلى الكرموس بصفة عامة، وشفنا المكونات تاعها، وقلنا أن التين نفسها فيها سكريات قوية، ولكن ما تأثرش على الناس اللي عندهم مرض السكر، وما تعطيش مرض السكر للناس. وقلنا أن فيها بروتينات، فيها فيتامينات، فيها ألياف، ألياف ذائبة وألياف غير ذائبة، فيها دهون، اللي دهون نفسها أيضا ممكن تكافح الكوليسترول، وفيها مواد أخرى. من المواد الأخرى اللي راح نتكلم عليها اليوم هي مواد اللي عندها مفعول طبي، مفعول طبي كما سنرى بعد حين. من هذه المكونات الطبية عندنا المادة هذه اللي يسموها البوليفينول. البوليفينول هذه هي مواد مهمة جدا، لأن تكافح الأكسدة في جسم الإنسان بطريقة عجيبة جدا، وهذه موجودة بكثرة في التين وفي شجرة التين. فالمفعول تاعها كالفيتامين A والفيتامين E والنحاس والفضة، لكن مفعولها قوي جدا، ولهذا تكافح كثير من الأمراض. فهي موجودة بكمية 0.37 ميلي جرام في 100 جرام، نادرة جدا ولكن مفعولها قوي جدا. وهذا البوليفينول موجودين كثير في التين الملون، يعني التين الأكحل والتين الأحمر والتين الأصفر والتين البنفسجي، هذو القشرة تاعهم مملوءة بالبوليفينول اللي هي مضادة للأكسدة. الشيء الآخر المهم هو أن البوليفينول هذو فيهم مادة يسموها اللينيان، واللينيان هذا هنالك بحوث جديدة في العلم تقول بأنها تكافح أو تحفظ الإنسان أو المرأة من مرض الثدي، ونشوف هنالك بحوث أخرى كثيرة الآن طلعت في السنوات الأخيرة اللي تبين لنا بأن هذا البوليفينول نتاع شجرة التين في التين نفسها أو في الورقة تكافح سرطانات الكولون وسرطانات الكبد وسرطانات المعدة وكثير من السرطانات. والبحوث موجودة، أي طبيب أو أي إنسان يحب يبحث في هذه يدخل في المواقع المختصة للأطباء، هي موجودة على يوتيوب، ويشوف البحوث هنالك حول هذا، مش ادعاءات ولكن هذا الكلام، بأن التين شجرة التين فيها علاجات للسرطان. القشرة، احنا قلنا القشرة ملونة، قد تكون خضراء، قد تكون صفراء، حمراء، بنية، بنفسجية. هذه الملونات هي اللي فيها هذا البوليفينول اللي تكلمنا عنهم الآن، واللي هي عندها مفعول قوي ضد أكسدة الإنسان. والبلوى كبيرة في الأمراض المزمنة للإنسان، أمراض الحضارة، هي أكسدة الخلايا تاعنا، يعني الخلايا تاعنا تتصدد، تولي مصدية. وإحنا نشوف الصديد في الحديد، حينما يكون صديد حتى حاجة ما تتحرك، كل شيء يلصق. فالخلايا تاعنا ثاني الجهة الأكسدة هكذا، وتعود ما تخدم شوية، إذا ما خدمتش تولي كل الأمراض الخطيرة موجودة، من السرطان إلى الصدفية إلى الأخر البوليارتريت، إلى أمراض المفاصل، إلى أمراض السيستم، الجهاز العصبي وما يشبه ذلك.
فالقشرة ما نرموهاش، لابد أننا نأكلها، لأن فيها هذه المواد المضادة للأكسدة. لكن هنالك في آخر التين موجود، عندما يكون التين ني غير ما اقتفناه من الشجرة، في هذا اللاتكس الحليب الأبيض اللي هو ممكن ما يساعدش الناس اللي عندهم حساسية في المعدة، ولهذا الناس اللي عندهم حساسية يحاولوا يأكلوا القشرة، ولكن ما يأكلوش الجانب اللي يكون قريب من الغصن. عندما نقطفوا التين ما نأكلوش هذاك الجانب اللي يخرج منه الحليب هذا الأبيض، نحوه ونأكلوا القشرة كلها لبس بها، وفيها فوائد عجيبة جدا. فما هي هذه الفوائد في شجرة التين، في التين نفسه وفي الأوراق؟ أولا الجهاز الهضمي. التين معروف عند كثير من الناس في كل بلداننا وعند جميع الناس بأنه مقوي جدا، ومقوي بسبب وجود الفيتامينات اللي فيه، وفي بسبب المعادن اللي فيه، وبسبب هذا البوليفينول اللي هما يكافحوا الأكسدة. التين معروف عند الجميع بأنه يسهل الكرش، يسهل البطن تاع الإنسان، حتى الناس اللي عندهم عندهم إمساك مزمن ممكن بتواصل، ماشي يروح ياخذ تين مرتين ثلاثة أربع أيام خمس أيام ويقول خلاص ما فادتنيش، لا، يكون في تواصل لأسابيع ويشوف بأن الإنسان يكون عنده الإمساك هذا المزمن شيئا فشيئا يبدأ يتحسن، لكن يبقى على المواظبة لاستعمال التين. والاستعمالات معروفة عند كل الناس، الإنسان ممكن يفرغ المسخون على ثلاث حبات أربعة تاع تين في الليل، مسخون يغطيه بالصباح، يشرب بالماء هذا ويأكل التين دياله، ويعاود هذا يوم بعد يوم، وإلا يقبض التين ويغرسه ويديره في بلارة ويعمره بزيت الزيتون ويخليه يبقى أسبوعين ثلاثة كذلك، وبعد يأخذ التين ويأخذ زيت الزيتون تاعه، يشوف بأن البطن تاعه يبدأ يمشي. وطبعا يقدر يأكل التين في فصله كالآن، يأكل التين خضر هكذا، ويحاول يأكل تسع حبات أربعة في الصباح على الريق، ويشرب معهم شوية ماء سخون ماء حار. هذا راح يساعد الجهاز الهضمي ويطهره من البكتيريات ويمشي الكرش مليح. أوجاع آلام الكرش الكوليت، التهابات تاع الكولون، غايتيكسان التين راح يساعدها كثير. يا إما التين ني خضر هكذا كيكون غير ما قطفناه، وإلا حتى إنسان يعمله كمعجون كمربى، ولو أن هذا المعجون يكون فيه السكر، والسكر هو طبعا إذا كان سكر أبيض راح يكون مثير للالتهابات. عدنا الآن ورقة التين، نتكلم على الورقة مانيش نتكلم على الفاكهة. ورقة التين فيها مادة ويسموها الفيرانو كومارين. هاد الفيرانو كومارين هذو مسمين يسموا كل ما هو غير إنسان أو حيوان مرضع، يعني السمك الحشرات كلها يقتلها. وهذه لابد أننا نفكر بأن هذه أوراق التين ممكن نستعملها كبنرش بها النباتات باش نقتلوا الحشرات. راح الماء اللي نكون غلينا فيه أوراق التين راح يستعمل كمادة كيميائية تقتل الحشرات، لكن ما تعمل أي شيء للنباتات نفسها، سبحان الله.
عكس المواد الكيميائية اللي نجيبوها من الخارج ونرشوا بها النباتات نتاعنا، تقتل الحشرات، تهلك الحرث والنسل، وتدخل في المواد الغذائية ونولوا في مشاكل كبار. هنا هاد لي فيغانو كومارين موجودين طبيعيا في ورقة التين، وهما اللي ممكن نستعملهم احنا كطب ولا نستعملهم في النباتات. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أعطانا علاجات في كل ما هو طبيعي. لكن هذه المواد اللي فيغان وكومارين فوتو سنسيبيليزانت، يعني الإنسان كي يستعملهم كثير، يعني ما رش يستعمل ورقتين أو ثلاثة، اللي يستعمل بصفة مستمرة ممكن تولي الشمس تأثر فيه ويدير له مشاكل جلدية. لكن في نفس الوقت هذا لي فيغانو كومارين تستعمل باش يعالجوا بها امراض الجلد بصفه عامه، الاكزيما، صدفيه، الفيتيليغو. فيتيليغو هذا البقع البيضاء اللي ما لقاولهاش حل في الطب. فهذا لي فيغانو كومارين ممكن يعالجوا هذا. طبعا هذه الورقه فيها الفيتامين ا وفيها الفيتامين سي، ونشوف من بعد استعمالها كيفاش يكون. عفوا، ما هي الفوائد نتاع اوراق التين؟ غنتكلموا على الاوراق ونشوفوا الاوراق هذه في اخر الموسم، عندما عندما نقطف كل التين، الورق هذو لابد نقطعها ونيبسوها في الظل ونخلوها في اكياس نتاع الورق، ولا في اكياس نتاع الشكاير هذو نتاع المواد الطبيعيه. وعندما نحتاجها لعلاج هذه الامراض ممكن نستعملها. فالشيء الاول للفائده الاولى لاوراق التين هو انه منشط قوي، منشط ذهني ومنشط بدني عند الإنسان. نشوف من بعد كيفاش نستعملوها. أيضا فيما يخص الجهاز التنفسي، الأوراق شجرة التين تكافح السعال. عندما يكون النخمة متراكمة في الأخر تخرجها، وأي التهاب في القصبات الهوائية رها شيئا فشيئا تخلص الإنسان منه. هذا فيما يخص الجهاز التنفسي. فيما يخص البطن، خاصة البطن الصغير وخاصة عند النساء، عندما يكون الدم متحجر ومواد أخرى متحجرة، الأوراق التين كشاي كتزانة راح يفرغ المكان هذا، وعند النساء راح يسهل كثير الدورة الشهرية. مفعول آخر لأوراق التين هو مضاد للالتهابات، خاصة داخل الفم. فعندما نعمل شاي، ومثلا عندما نغسل أسناننا في المساء، ممكن جدا أن نستعمل شاي تاع أوراق التين ونمضمض به، راح أي التهاب في اللحم تاع الأسنان راح يساعد عليها كثير، كما يساعد على التهابات في الجهاز الهضمي داخليا أيضا. وفيما يخص الجذور نتاع الأسنان، أيضا راح يقتل البكتيريات، كل الجراثيم اللي موجودة ثم، وخاصة إذا كان مستخلص. المستخلصات هذه لابد أنها تكون في مخدومة في بعض المخابر، مخابر شركات طبيعية اللي تعمل بالأعشاب، وهذا راح يساعد على تقليل مثلا من آلام الأسنان، راح يحاول يحفظنا من السوسة نتاع الأسنان وما يشبه ذلك. الشيء الآخر هو تكلمنا على الأمراض الجهاز التنفسي،
الآن يبدو أن العمل ضد الالتهابات مهم جدا وعنده مفعول قوي جدا فيما يخص أمراض الرئتين، السعال، البرونشيت، الربو وما يشبه ذلك. كل هذا لميزات في أوراق التين. الجهاز الهضمي نرجع له، يقوي عمل الجهاز الهضمي، كل الأوساخ اللي تكون موجودة في الجهاز الهضمي الأوراق هذه تزانت على الأوراق تزولها. وكيفاش نعملوه؟ بيكون عندنا جهاز هضمي يمشي مليح وباش الإمساك يزول لابد أننا نقبض الأوراق، نعملهم يسموها ماسيراسيون، يعني نديروا الأوراق في الماء، مثلا ثلاث ورقات ربعة في ريتلة تاع ماء، ونخليه يتشمخ ليل كامل، وفي الصباح يبدأ يشرب الإنسان بالعقل، يشرب بالعقل حتى يبدأ يتسرح. لكن هذا العمل تاعه ممكن يكون قوي جدا، فالإنسان يروح يمشي غير بالعقل باش ما يأثرش بصفة قوية على الجهاز الهضمي، وبالتالي يعطي له، ممكن يعطي له إسهال كبير. فيروح شيئا فشيئا، ثلاث ورقات نتاع التين يشمخهم في ريتلة ماء، وفي الصباح يشرب شيء غير بالعقل، غير بالعقل، غير بالعقل. أكشن ميتابوليك يعني عمل أوراق التين والتين نفسه فيما يخص حرق السكر في جسم الإنسان. احنا نعرف بأن السكر الخلية تاعنا تحرقه بتعطينا الطاقة، لكن هل التين يدير لنا مشاكل فيما يخص مرض السكر؟ هل الأوراق تدير لنا مشاكل في مرض السكر؟ لا. في هذه إستريمادور، في ناحية في إسبانيا، في غرب إسبانيا، هذو دائما عندهم يشربوا شاي نتاع أوراق التين، يشربوا شاي نتاع أوراق التين بصفة تقليدية هكذا. وهنالك دراسات تبين بأن عندما نغلي أوراق التين في الماء راح طبعا نشرب تيزان تاعها هذه، واش نعمل؟ راح مستوى السكر اذا كان عالي راح ينزل، واذا كان نازل راح يرجع لمستواه الطبيعي. سبحان الله، توازن اعشاب تحدث توازن في مستوى السكر في الدم تاع الانسان، وهذا اوراق التين اللي احنا ما نبنيش بها ونخليها تطيح في فصل الخريف، في فصل الصيف، آخر الصيف. فمليون فما فوق نحاولوا الأوراق عندما تكون خضرة ونكون قطفنا كل التين، نقطعوا الأوراق ونيبسوها في الظل ونديروها في أكياس مش في بلاستيك، نديروها في أكياس انتع ورق ولا انتع مواد نباتية، ونخلوها باش نستعملوها شايات. إذا قدرنا نستعملوها شايات كل يوم، كل واحد كيفاش، إنسان اللي يشوف عنده ممكن مرض السكر يستعملها يوميا، الإنسان اللي يكون عنده مرض في الجهاز الهضمي يستعملها يوميا، يعني يستعملها كالشاي ولا القهوة نفس الشيء، بدون سكر، ما نستعملوش سكر مع الأعشاب الطبية وإلا راح نفسدوا العمل ديالها. الشيء الآخر المهم لأوراق التين هو أنها تكافح الدهون في الدم. عندما نغلي الأوراق، نغليها طبعا الأوراق نغليها لمدة 10 دقائق هكذا على في نار هابتة ونشربها، راح تنقص من الدهون بنسبة كبيرة. وإذا كان الأوراق هذه مستخلصة في المخبر، نستعمل مستخلصات الأوراق التين، راح الكوليسترول يحبط حتى بنسبة 60% من جسم الإنسان، والدهون في الدم
نفس الشيء، شحوم في الدم راح تنزل بصفة عجيبة. هذه الأوراق اللي احنا عمرنا ما نبالي بها، والجزائر والمغرب في المرتبات الثالثة والرابعة في إنتاج التين، لابد أننا نتفطن من هذه المواد الطبيعية حتى نبعد على الطبيب وحتى نبعد على الأدوية الكيميائية اللي هي مضرة فعلا عندما نكون متحتمين باش نستعملها. فبهذه الطرق نأخذ صحتنا في يدينا وفي أيدينا ونبعد على الأدوية. هذا هو الشيء اللي حبينا نقوله. فهناك دراسات علمية الآن لتأكدنا كل هذه الأشياء، والدراسات موجودة، الأطباء يقدروا يشوفوها، الصيدليين يقدروا يشوفوها، كل مختص يقدر يروح يدرسها. فالدراسات الحديثة تبين بأن التين، بأن الأوراق بتاع التين عندهم مفعول وقائي على أمراض الكبد. إنسان اللي يكون عنده مشكل في الكبد يحاول يشرب أوراق الزيتون كشاي، أوراق التين كشاي. أمراض القلب أيضا هنالك دراسات تبين بأن أمراض القلب ممكن تتحسن إذا كان الإنسان عنده بعض أمراض القلب. هذا لا يعني أننا نبعد على الأدوية الطبية، ما قلتش هذا، نقول هذا إضافيا ممكن الإنسان يزيد هذا ويحاول كيفاش يحفظ نفسه من الأمراض، وإذا كانت أمراض كيف يقلل منها. عندنا الأوراق والتين أيضا، وخاصة نتكلم عن الأوراق هنا، تقوي الإنتاج الفكري تاع الإنسان والإنتاج العصبي. فالإنسان يولي نشط، يولي قوي، يولي عنده ذاكرة، يولي فاطن، يعني التعب هذاك الذهني يروح له. وهنا وجدوا بأن التين نتاع عمان نوع معين يعطينا هذا القوة الذهنية، هذا القوة الفكرية اللي تخلي التعلم يقوى، تخلي الذاكرة تقوى وتكافح بطريقة مرض ألزهايمر. هذه التين والأوراق نتاع التين. أخيرا وليس آخرا، هو عمل التين وأوراق التين على السرطان. أوراق التين الآن مدروسة كثير، وصنفوها بعض في بعض الدراسات صنفوها إلى مواد تكافح السرطانات تاع الكبد، مواد تكافح السرطانات تاع المعدة، سرطانات تاع الكولون. وهنايا هذا الدراسة الصينية تقول بأنها تكافح هذا النوع من السرطانات اللي يسموه تريبل نيجاتيف، يعني ما هوش مكون من البروجستيرون، ما هوش مكون من الاستروجين، وما هوش مكون من مادة أخرى ثالثة. هذا تريبل نيجاتيف اللي ما يلقولوش دواء. هذا كلها التين وأوراق التين. الأمراض المفاصل الروماتويدي، هذا البوليارتريت روماتويد، ثان هنالك دراسات اللي تبين لنا بأن أوراق التين تساعد عليه كثير كثير. كيف ممكن عندنا اللاتكس، قبل ما نتكلم على كيفية استعمال الأوراق، اللاتكس هذا الحليب الأبيض هذا فيه بعض الأنزيمات اللي هي راح تكسر البروتينات. تكسر البروتينات لماذا؟ لأن الجسم تاعنا عندما تكون البروتينات ما تدخل في جسم الإنسان لابد تتفكك إلى
مواد أصغر من هذه باش تفيد جسم الإنسان. فاللاتكس هذا الحليب هذا عنده مفعول كما مفعول نتاع الريق تاعنا عندما ناكل أشياء خاصة إذا كان فيها إنشاء وفيها حاجات أخرى، الريق تاعنا راح يبدأ يفككها. التفكيك الأول الهضم الأول راح يبدأ في مع الريق تاع الإنسان، وبعد تجي المرحلة الثانية في المعدة. وهذا اللاتكس أيضا الإنسان اللي حاب يعمل الرايب مثلا بالخف ممكن يأخذ ريتلة تاع حليب ويطلق فيها زوج قطرات ولا ثلاثة تاع الحليب تاع التين، ويشوف بأن الحليب يروب بعد حين دقيقتين ثلاثة الحليب يولي يروب. هذا الإنسان اللي حاب يروب الحليب بسهولة. هذا اللاتكس أيضا يستعمل عندما الإنسان تقرصوا نحلة، تلصغوا نحلة ولا بوزنزل ولا نملة ولا أي لصغة ناموس، أي لصغة يقدر يديله شوية من اللاتكس هذا ويوقف الجراثيم نتاعها. الآن كيفاش نستعمل هذه الأوراق بصفة عامة؟ عندما الأوراق نكون جفيناها يابسة وكسرناها شوية، نأخذ ملعقة نتاع قهوة معمرة بالأوراق هذه، نديروها في كاس كبير هكذا، وعندما يغلي الماء نفرغوا فوقها نغطوها، نغطوا الطويس هذا ولا الكاس ونخلوه لمدة 7 دقائق 8 دقائق، ونشربوا نصفوا ونشربوا الشاي هذا. ممكن نشربوه بعيد عن الأكل عادة، يا إما قبل الأكل ولا بعد الأكل بساعتين، وهذا 3 مرات في النهار. يعني ملعقة نتاع قهوة معمرة نوضعها في كاس، ما نغلوهاش هنايا كشاي لأن ما نشنعجو في أمراض، يعني بصفة عادية، ونفرغ عليها المسخون ونخلوها. أما إذا كان كنا نعالج بعض الأمراض ممكن نوضع ورقتين وثلاثة في ريتلة تعمى ونغلوها لمدة 10 دقائق، وهكذا نعالج أمراض المعدة، نعالج أمراض الكبد، نعالج أمراض الجهاز التنفسي وما يشبه ذلك. لكن بعض الناس عندهم معدة شوية حساسة، لابد يراعوا هذا في الكميات اللي يستعملوها. مشاهدين الكرام، إن شاء الله راكم استفدتوا من هذه الحلقتين فيما يخص شجرة التين. غير الإنسان يدير في باله بأن التين مليح، يأكله التين وعنده فوائد كثيرة، لكن الأوراق بتاعه مهمة جدا، وإحنا ما تكلمناش على الأغصان وعلى البراعم لأن غالب الأحيان وتستعمل في أدوية في المخابر. وشكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.